الفريق الرائع اللي شارك صراحة في إنقاذ هذه السلحفة بعسكرية المنقار، وكانت الجهود مشتركة بالتعاون مع البحر الأحمر الدولية وفقيها كواريو والمركز الوطني لتنمية الحياة البطنية. مجهود رائع، والحمد لله كانت النتيجة مبشرة، وبإذن الله إلى حياة أفضل. والتيم هذا إن شاء الله قد اتفق إن شاء الله على تسمية السلحفة، وأطلقنا على اسم بسمة، وإن شاء الله أنها تكون بسمة أمل للحياة المتبقية إن شاء الله.